عايز اتوقف عند بركات. بركات امبارح لما جاب الجول عمل كده 8، البعض قال لك ده الهدف الثامن لبركات في مرمى الاسماعيلي، البعض قال لك لا اصل ده هيبقى الدوري الثامن لبركات مع الاهلي، البعض قال لك اصل هو عشان رقم 8، والبعض قال يعني اقاويل كتيره جدا. تعالوا نسمع نشوف ونشوف بركات هيقول ايه، يعني بركات هيقول ايه بالظبط على هذا الموضوع، صوت وصوره من الملعب بعد انتهاء المباراه مع مراسلنا رامي المشد. نشوف. الناس عايزه تعرف رقم 8 اللي انت شاورت بيه بعد الهدف الاول ليه؟ كان ليه؟ اكيد انا بلبس 8 فاكيد هي مرتبطه بالموضوع. والناس قالوا طب 8 ده عشان الدوري الثامن برضه صح ولا لا؟ لا هو هيبقى ان شاء الله لو ربنا كرم هيبقى السابع مش الثامن. يعني رقم 8 عشان هو بيلبس 8 وهو قال بس مش هيبقى الدوري الثامن، قال ده لو ربنا قدر ان شاء الله هيبقى الدوري السابع.